لو جاهزين ممكن ننتظر دقيقة أو دقيقتين بس لحين ما العدد يكتمل. ماشي يا فندم. اتفضل استاذ محمود، اهلا بيك. أهلا بك يا دكتور أشرف، شكرا لحضرتك على وقتك. الله يخليك، شكرا الله جزيلا. يخليك. انا بس حبيت التزاما بنفتح 10 بالظبط علشان الناس، هي عندي انا 10 بالظبط، فنستنى ممكن دقيقه او حاجه لو في اي استعدادات ولا حاجه، وارجو ان يكون بدأ فعليا على الصفحه يعني. تمام، احنا نزلنا تنويه دلوقتي، وممكن استاذه سلمى تبدا دقيقتين كده، وبعد كده حضرتك ان شاء الله. اتفضلي يا استاذه سلمى. السلام عليكم، أعرفكم بنفسي كده الأول. معكم سلمى، سلمى في مسؤولة البي آر من منصة المحتوى. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن كيف نكتب بحثا علميا. الموضوع ده بنقدمه إن شاء الله على منصة المحتوى ضمن جلسة أسئلة عن الموضوع. هنعمل تعريف كده بسيط عن منصة المحتوى. منصة المحتوى هي منصة بنقدم خدمات واستشارات وتوجيهات للأكاديميين والمهنيين والدارسين، وده بيكون عن طريق اللي احنا بتطرحوا أسئلة وبيتم الإجابة عليها عبر شبكة كبيرة جدا من المتخصصين والخبراء في مجالات مختلفة، وده من خلال الويب سايت بتاعنا محتوى.com.net. وبنتيح للمحاضرين أو أي تيتشرز أو ليكتشرز بيعملوا جلسات خاصة، إنشاء جلسات استشارية، وبيقدموا الإجابة للأسئلة المستفزين في المواد اللي بيقدموها. إن شاء الله النهاردة هيكون في استضافتنا دكتور أشرف الصفتي. دكتور أشرف الصفتي هو مستشار استراتيجيات ومساعد وأستاذ مساعد في مناهج البحث، وبيحمل درجة دكتوراه في الإدارة في مجال البحث العلمي، وبيقوم بتدريس مناهج البحث العلمي في مختلف التخصصات العلمية والمهنية. ودكتور أشرف بيتولى الإشراف العلمي والأطروحات في الماجستير والدكتوراه في أكثر من جامعة. وكمان دكتور أشرف فاوندر وفي مجال الاستشارات في مجال البحث العلمي، ويساعد المنظمات الربحية وغير الربحية من خلال بناء قدراتها البحثية وفي مهارات التعلم. ده كده بريف كده سريع للدكتور. إن شاء الله أول ما نبدأ بإذن الله، لو حد حابب يسأل الدكتور في الشات أو ريز هاند يسأله، وإن شاء الله جلسة مثمرة. اتفضل يا دكتور. شكرا جزيلا يا سلمى، شكرا يا استاذ محمود، ونخص طبعا بالذكر الاستاذه هبه عبد الجواد، صاحبه فضل يعني وجهد كبير في بناء المنصه والجهد الخاص به في العمليه التعليميه الحقيقه بكافه اركانها، فارجو لكم التوفيق يعني، وشاكر على الدعوه الكريمه، وان شاء الله يكون لقاء يعني خلينا نقول مبدئي، وان شاء الله تتبعه لقاءات اخرى مثمره لنا كلنا. الحقيقه الدعوه كانت مخصصة بعنوان اللقاء انه البحث العلمي لطلاب الجامعة، فانا هحاول قدر المستطاع اركز العرض المبدئي الاولي لطلاب الجامعة، وانا شايف كثير هنا من الزملاء والاعزاء اللي بيحضروا معايا في اماكن اخرى ولينا علاقة طيبة مع بعض حتى في غير المستوى الجامعي ما بعد الجامعي، ماجستير او دكتوراه حتى. فانا الحقيقة سعيد بحضور حضراتكم جميعا، ولو حبيتوا برضو تسألوا في اي نطاق انا تحت امركم. أنا عايز أبدأ بعدة مكونات غالبا هي بتؤرق طالب الجامعة وهو بدأ يفاجأ، أو خلينا نقول يجي موجة جديدة من البحث وطلبات الأبحاث، أبحاث في المواد كلها. فأنا عايز أحط إطار كبير ومكونات محددة ومشكلات سريعة بتقابلنا وإزاي نحاول نحلها. عدد من المشكلات والأسئلة دي طرحت على وأنا جاوبت عليها، فبرضو أرجو حضراتكم تزوروا المنصة تحت نفس صفحة العنوان بتاع النهاردة أو الجلسة بتاعت النهاردة، لأن مفهوم الجلسة عند المنصة الحقيقة بيقول إنه يبقى فيه عنوان وفي أسئلة بتطرح ويجاب على الأسئلة قبل وبعد الحلقة اللي هي البث المباشر. ففي عدد من الأسئلة مهمة هتناولها هنا، لأن هي دي واضح من الحاجات اللي بتؤرقنا، اللي هي الأسئلة الأساسية اللي نبدأ بيها، هو إحنا بنعمل بحث تطبيقي ولا بحث أساسي؟
اللي هو بيزك ريسيرش ولا ابلايد ريسيرش، هو ده انهي المطلوب مننا المفروض نعمل ايه. السؤال الثاني المهم اللي عايزين نتناوله بالدرجه الاولى، ايه الحد الادنى من المكونات التي لا يخلو منها بحث؟ وخلينا دايما نقول هنا بنتكلم على البحث يعني البحث العلمي، يعني يعني دايما عشان هنقول واحنا بنتكلم هنا طول الوقت ريسيرش او بحث، فاحنا نقصد البحث العلمي في الحاله دي. فانا عايز اتناول السؤالين دول الحقيقه في الاول، هل يا ترى احنا بنتكلم عن ابلايد ريسيرش ولا عن بيزك ريسيرش، وايه هي المكونات لايهما لو هو هنعمل ده او نعمل ده، اي المكونات الاساسيه اللي لازم نتناولها يعني. فهستاذنكم وهعرض حاجه بسيطه كده الاول، تقول لنا الفكره دي عباره عن ايه. برضو الاستاذه سلمى والاستاذ محمود تساعدوني اول ما يعني الشاشه تظهر اتاكد انه ظهرت عند حضراتكم يعني. طيب هو السؤال الاولاني، هل احنا بنعمل بيزك ريسيرش ولا ابلايد ريسيرش؟ بيزك ريسيرش ولا ابلايد ريسيرش، وايه الفرق ما بينهم؟ هو الشاشه كده ما ظهرتش دكتور. حاضر، هتظهر حالا حالا. وممكن حضرتك تعمل ميوت اول علشان بس في ناس ممكن تشغل المايك بالخطا. الحقيقه انا عامل بس مش عارف ليه تاني بيرجع يعني. ممكن هم تمام، احنا بس ناكد يا شباب كله يعمل ميوت يعني علشان الصوت يكون واضح. تمام، انا هستاذن حضرتك هخرج عشان العدد وصل 100، فندي فرصه لاي طلبه جامعه تاني ممكن يدخلوا. تمام كده ماشي يا فندم، اتفضل. هيظهر عند حضراتكم دلوقتي يعني معلومتين بنتناقش فيهم، الاولى هي ايه الفرق ما بين البيزك ريسيرش والابلايد ريسيرش، والثانيه ايهما هنستخدم، الثالثه ايه هي المكونات الخاصه بيه. فانا هعرض لحضراتكم الشاشه دي، ارجو انها تكون ظهرت عند حضراتكم بوضوح. ظهرت يا دكتور. تمام. طيب الشاشة دي بتقول ببساطة شديدة انه احنا عندنا نوعين كبار من البحث العلمي مشهورين يمكن ان احنا نصنف تحتيهم البحث العلمي، نوع اسمه بيزك ريسيرش ونوع اسمه ابلايد ريسيرش. حابب بس اوضح لحضراتكم الفرق ما بين الاثنين علشان نشوف احنا بنعمل انهي فيهم ونحدد بالظبط المكونات التي يجب ان نراعيها. لو احنا بنتكلم على مكونات بحث علمي، تعالوا نتكلم على عدد من الخطوات اساسية ومنهم نعرف إجابة الثلاث أسئلة، سؤال الفرق ما بين الأبلايد والبيزك، سؤال إيه الخطوات وإيه الحد الأدنى من الخطوات. الخطوة الأولى هي تعريف للمشكلة، الكلمة دي معناها problem definition يعني نحدد بالظبط. وبرضو كان في واحدة من الأسئلة اللي كانت موجودة، هل يا ترى السؤال ده أو العنوان ده ينفع كبحث؟ الحقيقة صعب نحكم على مناسبة بحث من عدمه من العنوان فقط، لازم العنوان يصحبه تحديد للمشكلة. تحديد المشكلة يعني problem definition، فهنحدد المشكلة ونقول فيها سياق محدد، يعني مهم قوي يا جماعة ما يبقاش مجرد عنوان. كيف يؤثر التدخين على إنتاجية العامل أو الطالب أثناء الدراسة؟ ماشي، ده عنوان بنسميه تايتل، إنما هل يا ترى أنت بتتكلم على أي طالب في أي زمن في أي توقيت في أي مكان في أنهي جامعة في أنهي مرحلة دراسية لأنهي سن لأنهي جندر مثلا؟ السياق اللي بتعمل فيه او بتدرس فيه المشكله البحثيه بتاعتك ده مكون رئيسي. بعد ما بنحدد السياق بننتقل للمرحله الثانيه او الخطوه الثانيه اسمها literature review. literature review يعني مراجعه الادبيات السابقه. مراجعه الادبيات السابقه يتطلب من الباحث او الريسيرشر انه يرجع للعلم السابق، وهنقول هنا ايه هو العلم السابق، يرجع له يطلع على العلم، يطلع بشكل واضح ويجيب لنا من العلم ما يناسب حل المشكله. يبقى بعد ما المشكلة تحددت لازم أروح أراجع الأدبيات السابقة. في مراجعتي للأدبيات السابقة بيبقى فيه خطأ كبير هنا إنه ما بنخلصش أو ما بنوصلش، فعايزين نتناول برضو السؤالين دول، إزاي أطمن إن أنا وصلت لبحث علمي أو مراجعات أدبية سليمة. رقم اتنين، إمتى عرف إن أنا خلصت وهو ده المناسب. بعد ما بنخلص الوصول للليترتشر أو الأدبيات السابقة بنبتدي نعمل خطوة مهمة قوي كتير بتكون ناقصة وكتير بيكون فيها مشكلة، اسمها ريسيرش ديزاين. الخطوه اللي هي قبل الخطوه دي ريسيرش ديزاين،
أو تصميم الإطار النظري أو التنظيري للبحث. ليه بنقول أحيانا التنظيري؟ لأنه مش نظرية عامة، ده هو تنظيري هنا أو theoretical هنا، لأنه الباحث بيعمل فيه حاجة مهمة قوي، بيدمج ما بين المشكلة اللي هي البروبلم دي والسياقات أو المراجعات الأدبية السابقة، فيربط ما بين السياق الخاص به هو والسياق الخاص بالأدبيات العلمية. لما يربط ما بين الاثنين دول ينتج عندنا حاجة اسمها research design، على أساسها، وعشان كده أنا برسم لحضراتكم دايما ده الخط الفاصل، بدون ما نطمن إن عندنا تصميم رابط ما بين العلم ورابط ما بين الواقع بتاع المشكلة، بيكون صعب إن احنا نتقدم خطوة ونجمع بيانات. طبعا الثلاث خطوات اللي جايه، جمع البيانات اللي هي data collection، analysis اللي هو تحليل البيانات، conclusion اللي هي الخلاصه اللي هتستنتجها من تحليل البيانات، كتير بقى من جامعاتنا مش هتطلبهم من حضراتكم، وهيكون البحث تقريبا اول خطوات الثلاثه فقط، اللي هي problem و literature و research design. طيب لما بنخلص ده الست خطوات دول بننتج ايه؟ الحقيقه انت انتجت لنا معلومه او معرفه جديده. الإنتاج ده اسمه Applied Research، اسمه بحث تطبيقي. الخطوات الستة دول اسمهم Deductive، أو الطريقة اللي اسمها Deductive، ويميل الترجمة العربية إلى البحث الاستنتاجي أو الاستنباطي. يعني إيه؟ يعني أنت اعتمدت على علم، على نظرية، اخترت نظرية أو علم مناسبة للمشكلة، ربطتها، ومن ثم أنتجت تنظير أو تصميم يسمح ليك بجمع البيانات ثم تحليلها ثم استخلاص النتائج. لو استمرنا بهذا الشكل، هفترض ان في ريسيرشر تاني وتالت، والعدد هنا خلينا اقول لحضراتكم كانه يقترب مثلا مش اتنين فقط، 200 300 2000، يجي ساعتها دور الشخص اللي الطرف الاخر اللي هو البيزك ريسيرش، اللي هو بيجمع الكونكلوجنز دي او الابلايد ريسيرش عشان ينتج نوع اسمه بيزك ريسيرش. الجزء اللي اسمه بيزك ريسيرش اللي هنا ده حضراتكم مش مطالبين بيه في مرحله البحث ما قبل التخرج من الجامعه، في المرحله الجامعيه احنا مطالبين بالشق اللي هنا ده فقط، اللي هم الست خطوات دول. لما ننتج ده، احد الطرق لانتاج البيزك ريسيرش ان احنا ندمج المخرجات اللي جايه من الابلايد ريسيرش، وتستمر معانا خليني اسميها يعني السيستم ده او الميكانيزم ده او الماكينه دي في انتاج بحوث تطبيقيه يتم جمعها بشكل تراكمي عشان تنتج ابحاث اساسيه او بيزك ريسيرش اللي بينتج عنها ممكن كونسبت او موديل او ثيري. وبالتبعيه برضو الباحث اللي جاي يعمل ابلايد ريسيرش هيستفيد بالبيزك ريسيرش اللي اتعمل نتاج الابحاث التطبيقيه السابقه، وهكذا ندخل في عمليه ايتريتيف او سايكليك او دائريه كده، بتغذي بتعمل تغذيه مرتجعه لنفسها، ويبقى عندنا النوعين من الريسيرش. ولذلك اللي مكتوب بالاحمر ديدكتيف اللي هو الاستنتاجي اللي هو ممكن نسميه استنباطي، يخرج ابحاث تطبيقيه، اما البيزك هو الابحاث الاساسيه اللي بتبنى على ده، والعكس صحيح، ومن ثم يبقى عندنا النوعين. انا كطالب جامعه مطالب بايه؟ مطالب بالابلايد ريسيرش باستخدام الطريقه الديدكتيف. غالبيه الحاله اللي مطلوبه مننا اغلبنا في جامعاتنا دلوقتي هتبقى تقريبا الخطوه الاولى والثانيه فقط، اللي هي حدد لنا مشكله، اقرا علم مرتبط بيها، واستخرج لنا كونكلوجن. هوقف هنا اخد اسئله واستمع لحضراتكم، لو تحبوا نوقف الشير، وممكن يعني الأستاذة سلمى أو الأستاذ محمود يساعدوني في تنظيم الأسئلة تحت أمركم. كان في حد عامل ريز هاند يتفضل؟ عظيم جدا، لو حد عنده اي سؤال. اتفضل. طيب في حد بيطلب الاستاذ اياد بيقول نعيد تاني. احنا لو حد عنده سؤال ممكن ريز هاند. في سؤال بيقول نعيد تاني بسرعه. الاعاده بسرعه بتقول ان عندنا نوعين من الابحاث، ابلايد ريسيرش وبيزك ريسيرش. احنا مطالبين بنعمل ايه في الجامعه دلوقتي؟ بنعمل ابلايد ريسيرش. ايه هي خطوات الابلايد ريسيرش؟ ست خطوات. ايه هم الست خطوات؟ تحديد للمشكله، قراءة ومراجعة أدبيات سابقة، إنتاج تصميم يربط ما بين الأدبيات السابقة وما بين المشكلة، جمع بيانات على أساس هذا التصميم، تحليل تلك البيانات سواء كانت بيانات كمية أو نوعية، واستخلاص النتائج من هذه البيانات. يبقى عندنا ست خطوات لعمل الريسيرش. الست خطوات دول اسمهم إيه؟ اسمهم بحوث تطبيقية.
طب هل الجامعه دلوقتي طالبه مني كده؟ كتير من جامعاتنا وخاصه اللي خلينا نتكلم يعني في اطار مصر على الاقل، لا طالبين الخطوه الاولى والثانيه فقط، طالبين ان احنا نحدد مشكله، وطالبين ان احنا نقرا ليترتشر او مراجعات ادبيه ليها ونقول راينا في الرابطه ما بين الاثنين ويبقى كده خلصنا. واكتر من كده كمان طالبين او محددين بعض الموضوعات، يعني قايلين في كل ماده موضوع والثاني والثالث، ماده مثلا علم نفس، ماده مثلا محاسبه، ماده مثلا بنوك، ماده مثلا تسويق، هيبقى حاطط لي ثلاث او اربع افكار الجامعه بتقول انتج بحث في ده. قصده ايه بانتج بحث في ده؟ قصده اعمل الخطوه الاولى والثانيه. لو حضرتك بقى متميز وعندك طاقه ووقت ورحت كمان عملت تصميم وجمعت بيانات وحللتها وعملت كونكلوجن، هيكون شيء رائع. ده في سؤال تاني بيتكلم على مسألة عنوان البحث يتحدد ازاي. الحقيقة عنوان البحث خلينا ننتبه، يعني الموضوعات والعناوين اللي جاية لنا من الجامعة هي أفكار عامة، يعني بيتحط لنا مثلا اسم المادة وثلاث أفكار كبيرة. الثلاث أفكار دول بيقول انتج بحث هنا، انتج بحث في الفكرة دي. انت تقدر تحدد عنوان ومن العنوان ده تنطلق تعمل التفاصيل اللي بنتكلم عليها. ممكن أشير تاني مع حضراتكم عشان الإجابة على السؤال ده، وبرضه من الخطوات اللي بنتكلم فيها ازاي ممكن احدد العنوان، يعني ازاي ممكن اعمل تايتل. هعرض لحضراتكم عدد من المكونات، لو حاولنا نستخدم المكونات دول هنقدر ننتج تايتل ادق شويه في الموضوع او في الفكره اللي طرحها علينا الجامعه. هنا اهو ازاي تقدر تنتج تايتل بشكل مناسب شويه. ده عنوان او مكونات العنوان لاي بحث. اولا هتحاول تعمل له صياغه في شكل سؤال، هتحاول تحدد الموضوع او الفكره. هفترض يعني انت بتتكلم مثلا عن مكافحه كذا، عن الانتاجيه، عن كفاءه، عن رضا الطلاب، عن مدى انتاجيه استاذ الجامعه، عن مدى كفاءه عمليه التدريب مثلا يعني. واختار خدمه او منتج. هنا بنتكلم على ايه الحاجه المقدمه دي، مثلا عمليه تعليميه، هل مثلا كتاب معين، هل منتج للجماعه، هل خدمه ماليه للناس اللي ناحيه الاشياء او المكونات الماليه، هل مثلا خدمه تربويه او قيمه تربويه معينه. وحدد مكان، يعني مثلا اختار مدرسه، اختار جامعه، ممكن على اساسها تختار مثلا محافظه، قطاع كامل، اي مكون. وبنتكلم على المكون ده مادي ملموس، يعني بلد مثلا او جزء من بلد. اختار مثلا مجال، هنا مقصود بالصناعه انها مجال، فممكن تختار مثلا صناعة التعليم أو مجال التعليم. طب أنهي جزء في التعليم؟ هل تعليم الكبار أو تعليم ما قبل الجامعي ولا بعد الجامعي؟ أنهي تعليم بالظبط؟ ومين المستفيد بتاعك؟ يعني مين المستفيد من البحث ده؟ هل طالب معين؟ طيب أنهي طالب؟ هل جندر معين؟ هل مرحلة عمرية معينة؟ هل فكر معين؟ هل مثلا خيارات معينة عنده هذا المستفيد؟ لو مشينا نوعا ما على المكونات دي هنقدر ننتج عنوان. برضو عايز انوه هنا لحاجة مهمة، كل سلايد تقريبا من اللي بعرضها لحضراتكم مرتبطة بحلقة تقريبا من 10 دقايق الى تلت ساعة على القناة، وان شاء الله برضو الزملاء في منصة المحتوى يقدروا يتيحوها لحضراتكم. ومن اجاباتي على الاسئلة اللي كانت قبل الجلسة تطرقت ببعض اللينكس من النوع ده وعملت لها شير، فبالتالي كل سلايد من دول حتى لو حضرتك بتراجع يعني الحلقه دي بعد كده او الجلسه دي تقدر ترجع للشاشه اللي انا عارضها دي، هتلاقي ليها حلقه كامله. الاستاذه رفعت ايديها، اتفضلي. الاستاذ اياد اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. هو تحديد المشكله، يعني البحث ازاي هو مشكله اصلا؟ هو معلش، احنا دايما مشهور دايما بنقول problem definition. حضرتك معاك حق، احنا بنقول دايما problem definition، بس مش مقصود انها problem، هي مقصود انه سؤال بحثي. انما اشتهر دايما واصطلح، حتى هتلاقيه كتير في اغلب كتب البحث العلمي، الفصل الاول بيكلمك على ازاي تحدد المشكله البحثيه. الادق يعني واللي لازم نبقى متفقين عليه هو سؤال بحثي، والادق من كده كمان هو مش سؤال واحد الحقيقه، هو دايما بيبقى عندنا سؤال رئيسي بيسميه major question، وبعدين minor questions اسئله فرعيه، وبتبقى الاسئله الفرعيه مرتبطه بالمتغيرات المكونه للسؤال الكبير. فكلمه مشكله بحثيه هي اصطلاح عام كده للجزء اللي اسمه تحديد الموضوع، فبالتالي هو بيبقى سؤال يتعلق بمشكله او بفرصه وبينتج عنه او ننتج منه. بس حضرتك اجابه او يعني سؤال سليم. تمام.
حاجة كمان، هو الخطوات ديت لكل الأبحاث ولا الريفيو أرتكل يمشي عليها الكلام ده يعني؟ الريفيو ارتكلز. اللي هي المقال، اللي هي الأبحاث النقدية أو المرجعية. ما هو بص يا فندم، احنا بنتكلم على نوعين كبار، اتفقنا، بيزك وابلايد. ماشي. لو حضرتك تقصد الليترتشر ريفيو اللي بنعمل عليها سيستماتيك ريفيو، تحديدا سيستماتيك ريفيو، وننتج حاجه اسمها ميتا سيستماتيك ريفيو او ميتا ليترتشر ريفيو، دي تنتمي اكتر للبيزك ريسيرش، اللي هو من غير ما استند الى نظريه او قاعده انا انتجت دمج ما بين الساينس والعلوم المختلفه في التخصص ده، فده ينتمي اكتر استاذ اياد الى البيزك ريسيرش اكتر منه الى الابلايد ريسيرش. انما لو انا عملت ليترتشر ريفيو فقط خاصه بحيز او نطاق معين او مشكله او سؤال بعينه، ده ينتمي اكتر للابلايد في الجزء الخاص بالليترتشر ريفيو. تمام، حضرتك هتشرح لنا البيزك ولا لا، مش احنا بالحاله دي؟ شغالين في جلستنا النهارده في كل كلامنا عن الابلايد ريسيرش، لانه هو ده المطلوب اكتر لعنوان الجلسه. ممكن نبقى بنعمل جلسه تانية تتعلق بالبيزك، لانه حتى الابلايد في نوعين كبار، في نوع بنسميه كوانتيتيف وكواليتيتيف، ويشتق منهم النوع الثالث اللي هو الميكسد ابروتشز يعني، او الميكسد ميثودز. فاحنا النهارده قاعدين نتكلم على الابلايد اللي هو ده اقرب لعنوان النهارده اللي هو الجامعي يعني. شكرا جزيلا دكتور. العفو شكرا. فندم، العفو. الاستاذ عمر بيقول مثال تطبيقي، مثلا مثال تطبيقي مثلا بيقول ما هو اثر مثلا الكورونا فيروس على انتاجيه استاذ الجامعه في تخصص العلوم التربويه لكليات التربيه بمحافظه القاهره مثلا يعني. فده مجرد مثال حاولت اعدي بيه على الست مكونات اللي انا عرضتهم، فقلت مين المستفيد، قلت مين الماده، قلت مكان، قلت انه بنتكلم على موضوع او الفئه اللي بنخصص بيها السؤال ايه هو. طبعا تاني ده العنوان، ده التايتل، انما التايتل تاني بنقف عنده وقوف سريع لغايه ما نطمن هي المشكله او تشابتر 1 عباره عن ايه. لو مفيش سؤال تاني في الاجزاء دي انا تحت امركم. الاستاذه ايمان بتقول هو الثلاث خطوات الاولى هي البيزك. الحقيقه عشان نسمي نفسنا عملنا بحث تطبيقي او ابلايد ريسيرش لازم نعمل السته يا استاذه ايمان، ايمان محمد، لازم نعمل السته. انما من باب التسهيل والطرح كان قوي جدا لظروف الوقت، وربنا يعافينا ويعافي الناس جميعا في الظروف دي، اللي حاصل انه في شيء من التخفيف شويه، واللي بيطلب هو تقريبا الخطوه الاولى والثانيه فقط، اللي هي حدد موضوع، حدد مشكله، حدد سؤال بحثي، حدد اسئله رئيسيه واسئله، او سؤال رئيسي واسئله فرعيه، وحدد لنا او اعمل لنا جهد تطلع فيه على الادبيات السابقه الليترتشر ريفيو، واربط ما بين الادبيات السابقه دي وما بين السؤال البحثي ده، وطلع خلاصه بناء على ده. وكان الريسيرشر هنا او حضرتك كطالب في الجامعه بتربط ما بين الليترتشر اللي قريتها وما بين الاسئله اللي انت قلتها للواقع ده، وبتقول ممكن الادبيات دي او الخلاصه العلميه دي تناسب ده. الاستاذ محمود شكرا جزيلا. استاذ محمود بركات ساعدنا وجاب عدد من اللي هي البلاي ليست الخاصه بالريسيرش. كل سلايد بتكلم عليها النهارده هي ليها حلقه كامله، هم تقريبا يعني حوالي 50 حلقه، كل حلقه حوالي 10 الى 20 دقيقه، هتلاقوا فيها حضراتكم تفاصيل كل سلايد من اللي بتكلم عليه. هل في حد عنده سؤال تاني ولا نستمر؟ استاذه بسمه، طيب هستمر لغايه اما يطرح سؤال جديد. طيب احنا دلوقتي حددنا السؤال يا جماعه. رئيسي الحقيقه في البحث العلمي له علاقه بحاجه اسمها المتغيرات. يعني احنا كتير قوي من الابحاث المقدمه من الطلاب بتبقى سائله شويه. يعني ايه سائله؟ يعني مش محدده هو بيستخدم ايه بالظبط. فخليني اوري حضراتكم لغه الساينتفك ريسيرش بتتكون من ايه. لغه الساينتفك ريسيرش بتتكون من عده مكونات اساسيه، بتبتدي بحاجه اسمها المتغير. يعني ايه متغير يا جماعه؟ متغير يعني مكون. يعني ايه مكون؟ يعني هفترض مثلا احنا بنتكلم على الانتاجيه. الانتاجيه بتتكون من ايه؟ هتقول لي انهي انتاجيه؟ صح، معاك حق. عشان كده قلنا نحدد السياق اللي بنعمل فيه المشكله او السياق البحثي اصلا، اللي هو تحديد المشكله، تحديد الموضوع متعلق بانهي مكان، ايه السؤال البحثي. لما بنحدد كل ده
بتظهر عندنا ملامح واضحة جدا نقدر نكون إيه المتغيرات. فمثلا الإنتاجية في مصنع غير الإنتاجية في بنك، غير الإنتاجية في الجامعة، غير الإنتاجية في مدرسة، غير الإنتاجية وإحنا بنشتغل على مثلا ديجيتال ميديا أو ويب سايتس and so on. فبالتالي الإنتاجية عبارة عن ظاهرة أو بنسميها dependent variable، هو المتغير الرئيسي بتاعك، ويتأثر بعدة متغيرات. المتغير الواحد من دول له عدة صفات، كل متغير من دول اللي هو الاندبندنت له عدة صفات. فعايزين نقول ان عندنا اربع صفات رئيسية لكل متغير. كل متغير له اربع صفات رئيسية، هما يا ترى المتغير ده موجود ولا لا. مثال يعني الانتاجية، والله لو احنا بنتكلم في مصنع يبقى المرتب مثلا، الانتاجية بنتكلم في مدرسة يبقى مثلا المدرس او المحاضر، الانتاجية بنتكلم مثلا في سوبر ماركت يبقى المساحة مثلا. فبالتالي المتغير هل يا ترى موجود ولا مش موجود. الصفة الثانية كميته قد ايه، يعني ايه كميته، يعني يساهم بمقدار قد ايه في تحقيق الظاهرة اللي بندرسها اللي هي الانتاجية مثلا. يعني ايه كمية، يعني ممكن تكون مثلا بالمبلغ بالفلوس او بالوقت. فمثلا نقول انه عدد ساعات التدريس، يبقى عدد ساعات التدريس دي هي المتغير اللي بيأثر في الانتاجية لأستاذ الجامعة. طيب عدد ساعات التدريس دي مفروض تكون قد ايه من اجمالي عدد المتغيرات، والله مثلا 20% او 30%. انما يصاحبها مثلا مكان، يصاحبها ادوات، يصاحبها محتوى، يصاحبها طريقة وهكذا. فالمتغير الثاني او المكون الثاني في المتغير اسمه amount. المتغير الثالث او يعني خلينا نسميها الصفة الثالثة، الصفة الثالثة الدايركشن، يعني هل يا ترى المكون ده اللي هو الفاريبل ده، الصفة دي لو زادت، لو زودنا ساعات التدريس هل الكفاءة أو الإنتاجية دي ولا لا، ولنا ساعات التدريس يبقى الكفاءة والإنتاجية تقل أو تتحرك إزاي. فبالتالي لو الإنتاجية بتتحرك مع المتغير ده صعود وهبوط بشكل متساوي، اللي هي العلاقة طردية والعلاقة عكسية، هي دي اللي اسمها دايركشن. الصفة الأخيرة الرابعة اسمها significance، يعني قد إيه الفاريبل ده بصفته دي اللي هي الصفة الرابعة يؤثر تأثير يعني قوي، تأثير كبير، تأثير مميز. زي إيه مثلا؟ مثلا يعني بنقول الإنتاجية في الجامعة يبقى عندنا المحاضر، الكتاب، الأماكن، الأدوات. طب يا ترى أنهي اللي له تأثير كبير هنا؟ ممكن مثلا يبقى المحاضر مقداره موجود 20% يساهم إيجابا، هي الصفة الثالثة. طيب significant، اي يبقى هو significant، يعني بدون المحاضر او مثلا بدون المنهج او الطريقة اللي بيدرس بيها يبقى عندنا مشكلة في انتاجية العملية التعليمية. الاربع صفات دول هم الصفات الاساسية لاي متغير. طب انا بقول ده ليه؟ لانه حضرتك وانت بتعمل لنا تحديد للموضوع لازم تحدد لنا المتغيرات وانت بتدرس انهي صفة من دول. ولانك بالتبعية لما ترجع للادبيات العلمية هتلاقي الادبيات العلمية بتكلمك باللغة دي، بتقولك في متغير عندي كذا وفي متغير كذا. يعني لما نرجع مثلا للأدبيات اللي علاقة بالعملية التعليمية ممكن نلاقي متغيرات مختلفة من مكان للتاني، من ورقة علمية للتانية. طب أنا أختار أني ورقة علمية؟ الترجيح والتفضيل هنا هيكون بناء على الواقع اللي عندك وشرحك لتعريف المتغيرات وصفاتها عندك. وبالتبعية التحديد للواقع اللي عندي هيخليني أحسن أعرف أختار أدبيات علمية. الحقيقة عشان أخد بقى أسئلتكم على الجزء ده، تراكم المتغيرات ودراستها هو ده اللي بيخلي عندنا حاجة اسمها concept أو construct، اللي هو علاقة ما بين متغيرين. مثلا بتقول المتغير ده مع المتغير ده بيعمل الانتاجية دي. العلاقة اللي موجودة ما بين أكتر من construct مع concept بتبني لنا مفهوم أكبر. المفهوم ده بيغطي مثلا نطاق من مثلا يعني جامعات مخصص أكتر للتربية، مخصص أكتر للتعليم، مخصص أكتر للتصنيع. طب لو جه حد من السادة اللي بيعملوا بيزك ريسيرش البحوث الأساسية ودمج لنا المتغيرات مع الكونستركتس مع الكونسبتس هيبقى انتج لنا نموذج. عشان كده كتير مننا لما يجي يتعامل مع الليتريتشر او يتعامل مع الأدبيات العلمية يلاقي نماذج دايما كتيرة متعددة. النموذج ده امثل لفهم التربية او التدريب او الانتاجية في المناخ او في السياق او في الإطار الفلاني. وبالتالي النموذج ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن دمج لدراسات متعددة اتعملت على زي ما كان الأستاذ إياد بيقول لنا، هي السيستماتيك ريفيو. هو أحد أدوات إنتاج المودلز هو سيستماتيك ريفيو، إن أنا أنتج نموذج يناسب الباحثين اللي بيعملوا أبلايد ريسيرش إن هم يستخدموه. طب المستوى اللي أعلى منه اسمه إيه؟ اسمه ثيري، نظرية. إيه النظرية؟ النظرية الحقيقة مستوى أكبر شوية لأنها دمج للمودلز،
يعني عشان كده انا حطيتهم لحضراتكم بالترتيب. الثيري هي دمج للي قبلها اللي هي المودلز. لما يبقى عندنا نموذج مثلا عن التدريب في مصر ونموذج عن التدريب في السودان والسعوديه والسويد والامارات وامريكا، يجي حد يدمج كل دول في نظريه واحده. طبعا احنا بنتكلم اقرب للعلوم الانسانيه، هتبقى في العلوم الانسانيه ومنها الابحاث التربيه ودراسات العلوم التعليم والبزنس والماركتنج وغيره، كل دول مش هتلاقي فيهم بقى نظريه واحده. عشان كده هتلاقي العدد هنا ممكن يكون من نظريه 2 3 10. في العلوم الماديه الملموسه زي الطب والهندسه والفيزياء والكيمياء ممكن نلاقي نظريه واحده فقط، وبينتهي الوضع ان ممكن عندنا حاجه واحده بس ساعتها اللي اسمها قانون او لو. العرض اللي قدام حضراتكم ده هي المكونات اللي هتلاقيها في لغه العلم. لغه العلم لما تيجي تكلمك في الليترتشر او الادبيات العلميه هتكلمك انه عندي المتغير ده يساعدك، او الكونسبت او الكونستراكت او النموذج او الثيري او اللو ده. انا كريسيرشر بعمل ابلايد ريسيرش، دوري اعمل ايه؟ ليترتشر ريفيو، اراجع الادبيات العلميه واقول انا لقيت النظريه دي ولقيت النموذجين دول ولقيت العشرة فاريبلز دول في الاوراق العلميه دي، ويعرضها لنا في منطقه الليترتشر ريفيو ويقيمها ويقول انا اخترت انهي عشان استخدمه. بكده يبقى ريسيرشر بدا يعرض لنا لغه علم سليمه ويربط ده مع واقع المشكله اللي عندك. ناخد اسئله في الجزء ده، اتفضلوا. كان في سؤال بيقول هل ده ينطبق على الابحاث العلميه لكليه صيدله ولا الادبيه فقط؟ لا لا، ينطبق على الكل. يعني الاسم بس مش واضح، هل ينطبق الكلام اللي بنقوله النهارده يا جماعه ينطبق على ابحاث علميه لكليات عمليه زي ما بيسموها البعض وكليات نظريه، وانا مش قابل قوي الاسم ده زي ما البعض بيسميها؟ لا، ده يشمل كل شيء. يعني ده يشمل العلوم، الصيدله، الاسنان، الطب، الا انه في كل مجال من دول بنعدل بشكل مختلف مما يتناسب مع المجال ده. مثلا يعني ببعض المجالات زي مثلا التعليم او التربيه ممكن نعمل تعديل شويه، انما برضه هتبقى ابحاث تطبيقيه. انما هي الفكره هتبقى فين؟ في تعديل التصميم اللي هو الخطوه يمكن رقم 3 لو انتوا فاكرين. يبقى عندنا تحديد للمشكله، اسئله البحثيه، المراجعات الادبيه، وبعدين الريسيرش ديزاين. في الريسيرش ديزاين ده هيبقى الديزاين مختلف الحقيقه من علم الاخر، من هندسه لطب الاسنان لصيدله لغيره من الكليات. بتول، الاستاذه بتول، نفس الكلام يا استاذه بتول. في البحوث الطب مثلا لو احنا بنتكلم على طب ولا اسنان، لما بنتكلم على البروبلم ديفينيشن او تحديد السياق، لو انا شغال طبيب او طبيب اسنان او صيدلي هبقى بعرض الواقع اللي موجود قدامي، فبختار مثلا مستشفى، عياده، عدد من المرضى عندهم حاله معينه من الحالات، وبسجل ده عندي وبعرض السجل ده في عرض ونسق ممكن ابتدي اوريه لحضراتكم دلوقتي، بيقول ده المشكله وده الواقع اللي عندي، بعرض الواقع اللي موجود اللي عندي، وبنتج سؤال واسئله فرعيه، براجع الادبيات نفس الكلام وانتج تصميم. التصميم بقى البحثي في حاله زي الطب مثلا هيبقى مختلف شويه عن الحاله بتاعت هندسه. مثال برضو بسيط، هندسه مثلا، لان انا شايف هنا ما شاء الله برضو عدد من المهندسين حاضرين، هنبقى بنجيب مثلا الجوريثم على طول او معادله رياضيه بنعدل فيها. المعادله الرياضيه دي عباره عن ايه؟ والله يا اما على مستوى الثيري يعني جلوبال قوي، يا اما على مستوى الموديل يعني ابسط شويه، وفي عده انواع او عده بدائل منها. هنا الجوريثم. في حاله الطب هنعمل حاله من الحالات التصميمات اللي بيسموها اكسبيرمنت. يعني ايه اكسبيرمنت؟ يعني عندي عدد من المرضى وعدد اخر من المرضى كانهم تو جروبس، وبدي دول مثلا جرعه وبدي دول جرعات مختلفه. الجرعه دي مقصود بيها فاريبل، فاما ان انا هتحكم في الفاريبل او لا، ويا ترى الفاريبل ده الوحيد ولا هعمل حاجه تانية. مثال برضو استاذه بتقول الجروب دي بنعمل معاها الدوز والعلاج ده، والجروب دي بنديها بلاسيبو اللي هو زي ما حضرتك عارفه البلاسيبو. فالبلاسيبو هيبقى هديهم دواء يعتقد انهم بياخدوا دواء ان هم مش بياخدوا دواء حقيقي، واشوف يا ترى الاثر هنا كان عامل ازاي، او لا هو دواء بس بجرعات مختلفه بطريقه تناول مختلفه مع كل واحد. نعم، كذلك برضو الابحاث المرجعيه والنقديه. خلي بال حضراتكم في عندنا مجموعه من التسميات زي الابحاث مرجعيه، ابحاث نقديه، ابحاث اجرائيه، ابحاث تطبيقيه. كل دي احيانا بتبقى مشتقات للاسماء الكبيره اللي احنا متفقين عليها دلوقتي. ايه الاسمين الكبار المتفقين عليهم؟ ابلايد ريسيرش وبيزك ريسيرش. الابلايد بتعمل باني طريقه، طريقه اسمها ديدكتيف. البيزك بتعمل باني طريقه، طريقه اسمها اندكتيف. وبالتالي يشتق منهم انواع متعدده
عشان كده قلنا يمكن الجلسه بتاعه النهارده هي جلسه افتتاحيه، نعرض عرض سريع الجزء اللي انا واصل فيه ده النهارده. يصح ان احنا نكون اتكلمنا مثلا قريب من 20 ساعه عشان نتكلم في تفاصيل، فاحنا بنجري بسرعه بس على الافكار. الاستاذه منى بتقول مثلا يعني ايه فاريبل في بحث في اللسانيات اللغويه؟ مثلا اللسانيات اللغويه حسب ما حضرتك شغاله، هل شغاله مثلا بشكل تطبيقي على اللغات الحيه؟ فهيبقى عندنا مثلا هفترض واحنا بنتكلم على تشكيل اللغه مثلا، فكم متغير بيتحكم في جوده التشكيل؟ مثلا لو انا خدت موضوع من ضمن اللسانيات في التشكيل اللغه العربيه مثلا، فانا هنا يا ترى كم متغير بيتحكم في ده؟ والله ممكن يكون التشكيل متغير، جودة النص متغير، هل يا ترى لغة ستاندرد ولا سلانج؟ فعندي عدة متغيرات. المتغير تاني يا أستاذة منى ولينا كلنا هو المكون اللي بيأثر تأثير مباشر أو غير مباشر على الظاهرة اللي بدرسها. الظاهرة دي للي دارسين من حضراتكم اللي هو الديبندنت فاريبل. المتغير اللي بيؤثر هو الاندبندنت فاريبل. فهل يا ترى الفاريبل ده بيأثر ازاي وبيكون ازاي؟ طيب لو أنا مش واضحة بالنسبة لي المتغيرات، الحقيقه المتغيرات هنا على حالتين، حاله متعلقه بالمتغيرات اللي وقع عندي انا، يعني الحال عندي انا عباره عن ايه؟ ممكن اقول مثلا الشوشره والدوشه اللي بتحصل واحنا بنعمل السيشنز دي، بالذات مع بعد ما كل شغلنا تحول لاونلاين في الفتره الاخيره، الشوشره النويز دي فاريبل. يا ترى بيؤثر قد ايه ومقدار قد ايه؟ بس هو بقى فاريبل. طب يا ترى الليترتشر بتقول ايه؟ والله الليترتشر بتقول في فاريبل اسمه نويز ولا لا؟ وانت هتقعد تعمل سكاننج وprevailing literature يعني احاطه كامله للادبيات العلميه عشان تقدر تقول لنا انهي ادبيات علميه تناسب الاستخدام في الواقع العملي. كان في يا دكتور حد بيقول هو بيبقى محدد لنا العنوان بتاع البحث. الحقيقه اللي انا مطلع عليه في اغلب الكليات ما لم يكن حد من حضراتكم يصوبني بحاجه تانية وصلته، هو بيطرح اسم الماده، وفي اسم الماده بيطرح ثلاث أسماء عامة، يعني ثلاث أفكار كأنها موضوع كبير. فبالتالي مثلا مادة مثلا يعني بانكينج، فيقول مثلا ممكن تتكلم في مقارنات ما بين البنوك الدولية، ممكن تتكلم على البنوك المحلية وأثرها في صناعة الاقتصاد مثلا. فهنا ده عنوان عام لموضوع أنا أكتب فيه بقى. ممكن أقول إيه ساعتها؟ أقول والله طيب أنا هختار مثلا البنك الوطني الفلاني، البنك مثلا الأهلي المصري، أو بنك مصر وأثره ودور مثلا الديجيتال انكلوجن أو الرقمنة الجديدة في استهداف عدد أكبر من المعاملات البنكية مثلا. فبالتالي ما يطرح من الكليات حوالين المادة هي فكرة عامة، أنا أقدر أخصصها في موضوع أدق باستخدام الست مكونات اللي في تحديد العنوان. في حد كاتب يعني تأثير فيروس كورونا على قطاع معين هيكون المتغيرات هي فيروس كورونا والقطاع؟ هنا حضرتك مثلا بتقول التأثير ده هو اللي هو التوبيك أو الموضوع، فأنا هنا بدرس الإمباكت أو التأثير. فيروس كورونا بالنسبة لك كريسيرشر لازم تحدد لنا هل هو فاريبل رئيسي؟ يعني أنا لو طبيب وبدرس حالة طبية هيبقى أو حالة مرضية، يبقى الفيروس كورونا ده بالنسبة لي فاريبل أساسي بنسميه إنديبندنت. هفترض مثلا إن إحنا في مجال التعليم وأنا بدرس تأثير فيروس كورونا، فالتأثير ده هيبقى هو الديبندنت فاريبل، هو الظاهره اللي انا بدرسها. فيروس كورونا ساعتها ممكن يبقى حاجه اسمها مودريتنج فاريبل، يعني فاريبل يتداخل مع الفاريبل الاساسي اللي هو مثلا الطالب، المحاضر، المحتوى، المكان، اللي هم 3-4 من المتغيرات الاساسيه. الحاله اللي عاملها فيروس كورونا بتعمل تغيير في تاثير الاربع متغيرات دول على الظاهره الاساسيه او الديبندنت فاريبل. فممكن يبقى عند حضرتك يعتبر فاريبل من نوع مختلف حسب السياق اللي انا بدرسه. فبالنسبه لطبيب، حتى طبيب بشري غير طبيب اسنان، غير طبيب نفسي، غير محاضر، غير طالب في الجامعه، فهو ده اللي بنقوله على اساسه حدد لنا المتغيرات ايه. وهعرض لكم شكل دلوقتي يساعدنا في تحديد شكل المشكله واسئلتها. تمام. كان في بتول بتقول يعني حضرتك تقصد العنوان البحثي تحديده على حسب النوع الدراسي؟ بالظبط. وعشان كده بقول لحضراتكم الست مكونات اللي انا طرحتهم النهارده اللي هم موجودين في الشاشه مكتوبه باللغه العربيه، الست مكونات دول بيساعدوا حضرتك انك تشكل عنوان للموضوع اللي انت عايز تختاره. فهو الجامعه اديتك موضوع كبير مثلا، تحدث عن اثر الكورونا في قطاع التعليم، بس انا اقدر بقى اقول انهي قطاع تعليم؟ مدارس، طب مدارس خاصه، مدارس حكوميه، مدارس مجتمعيه مثلا. طيب هل تاثيرها مع
التمويل هل تأثيرها فترة شهر رمضان، ما قبل رمضان، ما بعد رمضان، أثناء الحظر، بعد الحظر، باستخدام تقنيات التعليم عن بعد، كل ده أقدر أنا صيغه في شكل عنوان، وبالتبعية بيساعدني في تحديد الأسئلة البحثية. كان في منى، أستاذة منى بتقول again please this part moderating. moderating يا أستاذة منى، هو عندنا دايما المتغيرات أربع أنواع يا جماعة، أربع أنواع المتغيرات. النوع الأولاني اسمه dependent، هو الفاريبل الأساسي اللي الريسيرشر بيدرسه، زي مثلا قلنا البرودكتيفيتي الإنتاجية. طيب المتغير الثاني اسمه ايه؟ اسمه independent. يعني ايه independent؟ اللي هو بيسموه المتغير ايه؟ واحد متابع، واحد مستقل. المستقل اللي هو بيأثر تأثير مباشر في تشكيل الديبندنت. المودريتنج بقى ده فاريبل غير مباشر. غير مباشر يعني ايه؟ يعني مش الاصل انه موجود، هو بيأثر على العلاقة ما بين الاثنين. مثلا يعني انا دلوقتي في انتاجية للحلقة دي، في جودة للحلقة اللي احنا او الجلسة اللي احنا عاملينها دي، فاحنا بنتكلم على انتاجية هذه الجلسة، وهنفترض انه المحاضر هو متغير رئيسي independent. فجودة الانترنت دي متغير هنا moderating، يعني هو بيدير العلاقة ما بين المحاضر والانتاجية، لانه اي تأثر في جودة الانترنت بيأثر على مستوى الحالة اللي بيأثر بها المحاضر على جودة هذه الانتاجية. كان في برضو بتسأل عندنا مثلا عنوان بحث أدوية الجهاز العصبي إزاي أطبق الكلام ده عليه؟ أطبق الكلام ده عليه تاني حضرتك، طبق الست مكونات، قول لنا عايز تعمل إيه في أدوية الجهاز العصبي. عايز مثلا تشوف مدى مثلا قبول المريض لها، أو مدى استجابة المريض لها. طيب أنهي مريض؟ فاكر حضرتك لما عملنا المربع اللي اسمه مستفيد، أنهي مريض؟ هل مريض مثلا كبار السن؟ هل مريض من نوع معين، من نوع مرض معين يعني؟ هل مريض في مكان معين اثناء دخول المستشفى مثلا، هو موجود في المستشفى؟ هل هو في العزل مثلا في العنايه المركزه، ولا اثناء التعافي والاستشفاء في البيت؟ انهي؟ لو حددت حضرتك الست مكونات دول هتلاقي نفسك انتجت. لان خلي بالك تاني، العنوان العام ده ادويه الجهاز العصبي يطبق على الكلام ده، ممكن العنوان اللي انا بقوله من الست دول ينتج يكاد يكون عشرات بل المئات من الافكار يعني. الأستاذة مونة برضو الجلسة مسجلة، نعم الجلسة مسجلة يا أستاذة مونة، بس للأسف هنحاول نعمل مونتاج ولا حاجة، لأنه حصلت حاجة مش لطيفة هنحاول نشيلها إن شاء الله. احنا بنعتذر، كان في هاكر اوريدي هاكينج بس السيشن، وإن شاء الله هيبقى في المونتاج بإذن الله. بالضبط ضروري في المونتاج هنشيلها. كان في أسئلة طبعا. كان في أسئلة دلوقتي، ثانية واحدة، لو حد عنده سؤال ممكن ريز هاند يعني ويقول فويس. لو حد حابب يا جماعة يشارك بالصوت اتفضلوا. Thank you, Amon. لو حد raise hand حابب يتكلم voice مثلا أو chat يعني حسب اللي تحبوه. هو كان في سؤال كان على جلسة الأسئلة، كان في ناس بتستفسر كيف أوثق اقتباس من مصدر آخر في البحث. تمام، هعرض التوثيق حاضر، بس ممكن يبقى بعد أستأذنك بس نأجل السؤال ده بعد العرض اللي هو المكونات السابقه كلها عشان الناس تتضح بالنسبه لها الصوره يعني. تمام. كان في استاذه بسنت بتقول هل لازم اوصل لنتيجه جديده في الريسيرش بتاعي ولا بعرض ابحاث سابقه بس؟ طيب خليني اقسم السؤال ده لشقين، سؤال طبعا مشهور. لا، لو انا هعمل الست خطوات يا جماعه لازم هجيب جديد. طيب وانا هجيب جديد على مستوى الدنيا؟ لا يعني برضو معلش، انا عارف ان بعض الساده الاساتذه الزملاء يقول جمله مشهوره، انت يا باحث مش انت فاكر هجيب جديد؟ لا، الجمله دي معلش انا متحفظ عليها مش صحيحه. هجيب جديد، كل باحث بيعمل ابلايد ريسيرش، بيعمل بحث تطبيقي، هيجيب جديد. بس هو بيجيب جديد على 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 سياق ايه؟ على سياق المشكله البحثيه او السياق البحثي اللي هو حدده. فانت حددت لنا السياق ده بالتايتل ده بالست مكونات دول، واستمريت معانا بادبيات تناسب ده، وعملت تصميم وجمعت بيانات وحللتها وخرجت مخرجات وكونكلوجن وريزلتس، انت كده جبت جديد. بس ممكن الجديد ده يبقى على قد الجلسه اللي احنا قاعدينها دي، يعني فعلا في نوع من الابحاث اسمه اكشن ريسيرش، وفي نوع اسمه اثنوجرافيك ريسيرش، وفي نوع اسمه ناريتيف ريسيرش، ممكن نطبقهم على الحاله اللي احنا بنعملها دي، سواء الجلسه دي فقط او الجلسات التاليه، ويبقى ورقه علميه بحث من ست خطوات وينشر. طيب امال اللي احنا هنعمله بقى؟ والله حسب، لو جه حد وخفف من عليك شويه ايا كانت الجهه مين، عشان ما حدش يزعل مننا من اي من الجهات، وقالت لا بص انا هكتفي بالخطوتين الاولانيين بس،
يبقى انت جبت جديد جزئي صغير هو ده اللي ممكن ما يبقاش بسهوله يقبل بقى للنشر العلمي. ليه؟ لانك ما كملتش. انت عملت كده تعريف لموضوع وعملت ادبيات علميه تناسبه ووقفت، بس كانك جهد لسه غير مكتمل. فانت جبت جديد بمقدار 2/6، 6/6 هو ده اللي بدايه نشر علمي اسمه Applied Research. وده بخلاف، عشان اللي عنده درايه جزئيه بالموضوع او كليه بالجزء اللي اسمه بيزك ريسيرش، احنا النهارده في حديثنا طول الجلسه والحلقه مش بنتكلم خالص على بيزك ريسيرش، كل كلامنا على Applied Research. في استاذه فاطمه بتقول دكتور الكلمان عادي ولا جمله طويله؟ فكرة الجملة هي كبيرة حجمها كبير ولا قليل، دايما بنقول يا جماعة التايتل والعنوان يعني بيحصل عليه تعديل بقدر ما بيحصل على سيرش بتاعك أو الجهد بتاعك. فهفترض ان حضرتك باحث ماجستير مثلا أو باحث في الجامعة، فبتعمل مثلا 7-8 فيرجنز أو 10 فيرجنز، 10 إصدارات من الشغل بتاعك بتطور عليه. مثلا بتقرأ وبتكتب في المشكلة في الموضوع البحثي، وبعدين بتقرأ أدبيات بتعدل فيها تاني وتعدل الأدبيات إصدار أول تاني تالت. كل ما بتعدل الإصدار اطلع عدل العنوان. العنوان مع الوقت هيبقى محتاجينه يعكس كل اللي انت قلته جوه. مثال صغير يا أستاذة فاطمة، لو حصل وأنا قريت في الأدبيات وأثرت عليا أقنعتني بمتغير ولقيته موجود في الواقع اللي عندي وأضفته على السياق البحثي بتاعي، ويصح بقى إذا كان هو متغير رئيسي أذكره فوق في العنوان. فبالتالي العنوان هنحكم عليه في الاخر خالص، يعني ممكن يكون في الاخر قريب من سطر سطرين. وبرضه في جزء في الابحاث التطبيقيه وهي بتنشر يعني ترويجي شويه او تسويقي شويه، فهي بتراعي ادبيات علميه، انما كمان يعني يبقى يوقف عينيه ويبقى فيه المصطلحات او الكلمات المفتاحيه الاساسيه اللي بتعبر عن الريسيرش اللي جوه. كان في استاذه منى يومي دكتور اشرف بيج يمكن تقصد حاجة على الويب سايت. طيب خلينا اشرح لحضراتكم جزء كده قبل ما ناخد اسئلة تاني ونجاوب على السؤال اللي له علاقة بالاقتباس. شكل الريسيرش بتاعنا عامل ازاي دلوقتي، يعني بعد ما اتكلمنا كده في الست مكونات. اولا احنا عندنا العنوان او التايتل واتكلمنا عليه. الجزء التاني اسمه ابستراكت. يعني ايه ابستراكت يا جماعة؟ ابستراكت طبعا الترجمة السريعة اللي هو المختصر، انما مش مقصود بيه قوي مختصر. مختصر يا جماعة دايما بيبقى مخل، ولذلك دايما عندنا كتير من البرامج السوفت وير اللي هي بتاعت الاديتنج يعني والكتابة بتعمل لنا اختصار تلقائي، وده موجود كان مجانا في برنامج مايكروسوفت وورد لغاية اصدارات قريبة جدا وبعد كده لغوه. يعني ان عندك كم كبير من النص بتختصره 100 صفحة بتختصره مثلا في صفحة او في 100 كلمة او 200 كلمة. لا، احنا هنا عايزين كلمة الاقرب يعني مجمل. مجمل يعني ايه؟ يعني محتوى قليل، وقليل ده تعداده بيبقى في حدود الدنيا 150 كلمة إلى 350 كلمة أو بالكتير 500 كلمة. يعني ايه يا جماعة 150 كلمة ل 350 أو 500 كلمة؟ تقريبا يعني صفحة. عبارة عن ايه الصفحة دي؟ هي إجمال، يعني اختصار غير مخل، لأن الاختصار في طبيعته ممكن يبقى مخل لأنه انتقائي. إنما أنت هنا لما هتنتقي هتراعي كويس قوي انك شملت كل اللي قلته جوه، وبالتالي هو صعب. كتير برضو من الساده الاساتذه بينصحوا انك تكتب الابستراكت في الاخر. انا مش مع ده قوي، انا مع ان انت تكتبه في الاول، وكل ما تعدل على الاصدار بتاعك تعمل اصدار جديد من الريسيرش اطلع راجع العنوان وارجع تاني عدل الابستراكت. فالمنتجين دول التايتل والابستراكت كل ما يحصل حاله من الحالات التطوير او الازدياد في المحتوى الخاص بالبحث بتاعك اطلع عدلهم تاني، عدل التايتل وحسنه بما يعكس الواقع اللي انت بتكتبه، وعدل الابستراكت تاني بما يعكس دمجا للمحتوى اللي انت بتتكلم عنه. طيب الخطوه اللي بعدها، الخطوه اللي بعدها اللي احنا سميناها بروبلم ديفينيشن او اللي قال عليها الاستاذ اياد ليه بروبلم يعني، لا اللي هي انترودكشن، يعني اللي هي مشهوره اكتر بكلمه انترودكشن. كلمه انترودكشن يعني ايه؟ يعني اشرح لنا السياق اللي انت فيه. هو في عندي نموذج انا بقترحه دايما بيشمل سياقات كتير ممكن ما يبقاش مناسب لبعض الابحاث العلميه مثلا او في العلوم اللي هي الطبيعيه اسف زي الطب والهندسه وغيره، هتلاقوه برضو من ضمن اليوتيوبس اسمه الناين اليمنتس موديل. احنا المهم بالنسبه لنا هنا انك تعرض لنا حاجتين كبار، هعرضهم بسرعه علشان يبقوا واضحين لحضراتكم. اتكلم مع اصحاب العلاقه، يعني هنا بقى احنا تاني انا بتكلم هتجاوز شويه كلمه الناين اليمنتس دي
للجماعه بتوع العلوم الانسانيه فقط، ممكن تطلع عليها بالتفصيل شويه، انما لكل الحضور كلمنا عن اصحاب علاقه بالمشكله. اي حد اتكلم هنا على طب، اتكلم على هندسه، اتكلم على فيروس، اتكلم على صحه، اتكلم على صيدله، على تربيه، كلم لنا يا جماعه الناس اللي علاقه بالموضوع ده. كلمهم يعني ايه؟ يعني اطلع اتكلم مع المريض، اطلع اتكلم مع اهله، اطلع اتكلم مع الطالب، اطلع اتكلم مع المحاضر، اطلع اتكلم مع الاداريين، اطلع اتكلم مع التربويين، اطلع اتكلم مع العامل. اي حد له صله بالسياق البحثي اللي بتدرسه او بتعمله، من ضمن جوده تعريفك للمشكله انك تتحدث معاه، تتكلم معاه. طب اتكلم معاه اقول ايه؟ اتكلم معاه بالفاريبل، بالمتغيرات بتاعته، كلم اساله هو الواقع ده بيحصل ولا لا. لان احيانا حتى احنا بنسميها الريسيرشرز يعني يحصل لهم تخيلات، تهيؤات. يعني ايه؟ يعني من باب التبسيط، يعني اللي هو ايه؟ انه عمال يتخيل في واقع مش موجود ويدور له على ليترشر. فطبعا النتيجه انه يتعب في الليترشر. خلي بالكم الساينتفك ريسيرش تراكمي قوي وتركيبي جدا وموضوعي قوي، بانه متراكب ومتكامل مع بعض. فلو ما كانش السياق اللي بتشرحه محدد وواضح، مش هيحصل انك تلاقي ليترشر بسهوله ومناسبه وتوصل لها اصلا. فالتحدث مع الناس اللي ليه علاقه بالموضوع بنسميهم ستيك هولدر اناليسيس، اللي هو لو مريض اتكلم مع المرضى، لو عملاء اتكلم مع العملاء، لو طلاب اتكلم مع الطلاب، اساتذه وهكذا. ومنها تنتج لنا اسئله البحث. هنا بقى استاذ اياد كنت بتسال هو ليه بنقول مشكله؟ لا، هو سياق بحثي فعلا، والسياق البحثي ده عباره عن المكونات دول. ارجو ان هم يكون العرض بدا يوضح لحضراتكم لغايه الكلام مكتوب باللون الاخضر هنا. عباره عن ايه؟ عباره عن سؤال بحثي رئيسي اللي هو اسمه ميجر ريسيرش كويستشن، اللي هو بسال ما هي المؤثرات الاساسيه على الانتاجيه؟ What are the determinants of productivity؟ اللي هي الفينومينا او الديبندنت فاريبل بتاعك. طيب الماينر ريسيرش كويستشن، الماينر ريسيرش كويستشن او السؤال البحثي اللي هو الغير رئيسي او الفرعي، هو بيسال على علاقه كل متغير اللي هو الاندبندنت او المودريتنج بالديبندنت. كل متغير علاقته ايه بالظاهره؟ مثلا انا هنا بقول الانتاجيه تتاثر بالمرتبات وبالوجبات. مثلا هفترض ان انا في مصنع او في مكان له علاقه بكده، يبقى المرتبات هسال هل يا ترى المرتبات تؤثر على الانتاجيه؟ هل يا ترى جوده الانترنت تؤثر على انتاجيه الجلسه؟ هل يا ترى جوده المحتوى تؤثر على انتاجيه الطالب؟ هو ده الفكره، ان انت بتعرض اسئله بحثيه في شكل ميجر ريسيرش كويستشن، بيسال على الظاهره الاساسيه اللي بتسال عنها، وبيعرض اسئله فرعيه ماينر ريسيرش كويستشنز بتتناول السؤال الفرعي اللي بيقول علاقه كل فاريبل ايه. طيب واكتر من كده كمان؟ لا، وعندك اجابه. يعني ازاي عندي اجابه؟ بشكل ايه؟ بشكل حاجه اسمها كليم. ايه الكليم ده يا جماعه؟ الكليم هو الاجابه او الادعاء البحثي الذي ينتجه الريسيرشر الباحث ظنا منه واعتقادا منه من الواقع اللي موجود عنده. مش انت عرضت لنا واقع هنا؟ الخط ده بيقول كده يا جماعه. مش انت عرضت لنا واقع بيقول انه الفاريبل ده موجود عندك بدليل ان انت كتبت عليه سؤال. انت شايف قدامك ان جوده الانترنت بتؤثر على انتاجيه هذه الحلقه. انت شايف مثلا انه عدد الحضور وطريقه استجابتهم وطريقه طرح الاسئله وطريقه عرض المحتوى او طريقه العرض او المنهج او طريقه التيسير ليها دور. طب كويس، ما هو اذا كان كده يبقى ده متغير. اعمل عليه ايه؟ اعمل عليه سؤال عشان انا عايز ابحثه، وفي نفس الوقت اقول الادعاء للواقع اللي انا شفته. انا شفت انه جوده الانترنت او المرتب يعني يؤثر بشكل ايجابي ب 10%. يعني ايجابي؟ يعني كل ما المرتبات تزيد الانتاجيه بتزيد. و10% يعني ايه؟ يعني كل ما استثمر 10% في المرتبات تديني زياده 10% في الانتاجيه. ده اسمه ادعاء او كليم، وكل ده هي المكونات الاساسيه اللي موجوده في المنطقه الاولى من البحث بتاعك قبل ما تروح تتحرك لمنطقه اسمها مراجعه الادبيات العلميه. لانه في نقطه مراجعه الادبيات العلميه هنبتدي نتحرك بايه بقى؟ هنتحرك بالكلمات المفتاحيه او المفتاحيه اللي هي الكي ووردز الاساسيه، اللي هي ايه بقى بالنسبه لنا هنا؟ productivity وسالري ومين. لو عندنا الثلاث كلمات دول المفتاحيه دول اللي هي المتغيرات والسؤال البحثي الرئيسي والسؤال الفرعي والكليمز كده، نقدر نتحرك مع الشرح للسياق اللي موجود عندنا ندور على الادبيات المتصله بده. ممكن ناخد بقى اسئله في الجزء ده، اتفضل. تمام. كان في حد بيسال هل خطط البحث مرنه بحيث يمكن تعديل البحث فيما بعد؟ ده سؤال تشغيلي، يعني سؤال خلينا نقول اداري. يعني ممكن بعض الكليات الاماكن البحثيه او الكليات تقبل ده او لا.
انا ببقى ميال لايه واللي موجود في، خليني اقول في اصل يعني انتاج البحث العلمي في الاماكن المتميزه، انه تبقى مرنه، يعني نحط اسئله بحثيه وبعدين نحط قراءه للادبيات ومراجعه للادبيات ونحط تصميم مبدئي، ده اصدار اول اصدار تاني. انما مجرد ما نستقر ويطمئن الريسيرش او الريسيرشر والفريق اللي معاه والساده المشرفين والمراجعين عليهم، الفريق البحثي كله اطمن سواء كان واحد او اكتر للمنطقه الخاصه بيه، البروبلم ليتريتشر ديزاين، لازم نوقف هنا ونراجع ده كويس قبل ما نروح نجمع بيانات. لان لو بدانا جمع البيانات صعب تعديل الجزء اللي قبله. ليه صعب؟ ما نعدله بس ده معناه انه هنهد الشغل ونعيد من الاول، وده قد لا يسمح به مناخ المكان اداريا، اعاده تسجيل وقتك كباحث، وقت الجماعه اللي شغالين معاك، وهكذا. فالمرونه بشكل كبير قبل ما نجمع بيانات، المرونه بشكل كبير بتبقى قليله في كتير من جامعاتنا، يقول لا خلاص دي خطه البحثيه مش هتتغير وامشي كمل عليها. انا ما ببقاش ميال لكده، انا ميال ان الخطه البحثيه مرنه تتطور بتطور الريسيرشر. يا جماعه الريسيرشر الباحث ده بيتطور من قراءته للادبيات العلميه، انت هتقرا جديد ويمكن تقرا جديد، وده اللي يصح يعني عن اللي يعرفه المشرف بتاعك، هو بيعرف اطار عام كبير، انما انت جاي تركز في نقطه بحثيه كبيره جدا رئيسيه مركزه قوي، فهو يقدر يساعدك في الطريقه ويقرا معاك ويتعلم منك، وبالتالي الدنيا مرنه ويصح تبقى مرنه قبل جمع البيانات. مجرد ما نجمع البيانات هنبقى ملتزمين بالخطوات التاليه. كان في نفس السؤال، كان تكملة السؤال بيقول يعني مثلا لا تكون النتيجة النهائية موافقة تماما لما قدمناه في خطتنا من البداية. هو احنا عايزين في البحث العلمي موضوعية. يعني ايه موضوعية؟ يعني اللي قلته لنا في الإطار التصميمي هو ده اللي على أساسه تجمع بيانات، ولما تجمع بيانات البيانات دي هي اللي تحللها، ولما تحلل البيانات دي اللي شفته جوه البيانات سواء تحليل كمي أو نوعي أو غير كمي يعني تكتبه في النتائج. لو طلعت النتائج دي مغايرة أو مختلفة عن اللي قلته في التصميم فده لا يعيب التصميم، بالعكس ده هو التصميم أصلاً. من اللي يعرف بقى من حضراتكم هنحط فيه ما يراعي حاجة اسمها hypothetical statements أو الجمل الفرضية، الفرضية اللي بتقول أنا بدور على البديلين دول، ونتيجة البحث بتقول في الآخر أنا جبت دليل إن دي اللي موجودة ولا دي اللي موجودة، أو بحثت وشفت وفحصت يا ترى دي اللي موجودة ولا دي اللي موجودة. فبالتالي حتى لو طلع مغاير، هو طلع مغاير بناء على ده ماشي، انما لو طلع مغاير عن اللي موجود في البيانات لا، دي مشكله سبجكتيفيتي، احنا عايزين يبقى عندنا اوبجكتيفيتي عاليه. بس استاذنكم لو حد فاتح المايك استاذنكم ميوت. بس كان في سؤال استاذه شيرين، ممكن نبذه عن وضع الفروض والقواعد العلميه لها؟ طيب حاضر، نأجلها يعني جزء صغير قوي بعد برضو الاقتباس عشان يكون يعني السياق ماشي في نفس الترتيب. حاضر. تمام. في سؤال تاني من أدريس عن الابستراكت برضو. هو طبعا الابستراكت هي الكلمة باللغة الإنجليزية بتترجم بقى صفوة البحث، خلاصة البحث، مجمل البحث، يعني هتترجم للعربية حسب يعني واقع الترجمة. ممكن مثلا نلاقي في المغرب العربي المفردات مختلفة شوية، ممكن نلاقي ناحية مصر ووسط أفريقيا ناحية الخليج هنلاقي تراجم مختلفة، بس الفكرة هي المحتوى بتاعه عبارة عن إيه. اللي يهمنا إن المحتوى بتاعه الأبستراكت الصفوة الخلاصة المجمل، إنه يحتوي على كل ما تم تناوله في هذا البحث، لأنه دايما التايتل اللي هو العنوان والأبستراكت المنتجين دول مجاني، يعني لازم الباحث أو المجلة العلمية أو الدورية العلمية بتتيحهم مجانا. يعني مهما كانت الجريده او الجورنال العلميه دي اجراء او تكلفه الاشتراك فيها عالي او بتقدم البحث برقم كبير، لازم العنوان والابستراكت يبقوا متاحين مجانا. ليه؟ عشان كل باحث ريسيرشر بيدور ويعمل سيرش يبقى بيحكم انه يقرر يشترك او يشتري البحث ده لو كان مدفوع الاجر من العنوان ومن الابستراكت بشكل كافي جدا. طبعا فضلا عن ان انت كريسيرشر لما تنتج بحث وانا اقرا العنوان واقرا الابستراكت وادخل جوه الاقيه مختلف، يعني مش هستخدمه. طب وانا بنتج بحث علمي عشان يستخدم ولا عشان يتركن؟ لا، عايزين يشتغل. الخطوات السته تشتغل بالتوازي ام بالترتيب والتتالي؟ الحقيقه اول ثلاثه فيهم شيء من التوازي، وانا برضو في طرح وفي شرح يعني في حلقه اسمها بروجرس 3 وبرضو هنطرحها لحضراتكم،
من ضمن حلقات اليوتيوب اللي موجودة عن الريسيرش بتتكلم ان هي اتريتيف شوية. يعني هقولها بشكل سريع، لما بنكون 10-20% من البروبلم بنبتدي يبقى عندنا كلمة مفتاحية واحدة او اتنين، فبقدر اروح اقرأ ادبيات علمية. لما بقرأ الادبيات العلمية واطلع عليها بتديني اضافة اعملها في البروبلم، البروبلم زادت او المشكلة البحثية السياق بقى اوضح، لما بقى السياق اوضح انتج لي كلمات مفتاحيه جديده، فاخد الكلمات المفتاحيه واقرا ادبيات وليترشر وارجع، فاقدر اتحرك ما بين واحد واثنين. واحد واثنين لما بيكتملوا بيبقوا قريبين من 60 أو 70%، بنتقل لمرحله الريسيرش ديزاين. وانا بعمل الريسيرش ديزاين، التصميم البحثي بتاعي ده، التصميم المنهجي ده، بيطلع فيه اسئله، بيطلع فيه مشكلات ومش عارف اركبه مع بعضه، فارجع اقرا ادبيات تاني. لما اقرا ادبيات تاني تفيدني في التصميم، لما فادتني في التصميم يمكن غيرت رايي في متغير، لما غيرت رايك في متغير لازم ترجع تشرح لنا هتعمل ايه مع الواقع اللي عندك اذا كان المتغير ده موجود فيه. فاول ثلاثه ممكن يمشوا بشيء من التوازي والتكامل وبينتجوا مع بعض. اول ما بنخلصهم خلاص دول اتقفلوا بنسبه يعني فوق 90%. لو اي حاجه بعد 90% هي تعديل في الصياغه، تعديل في الكتابه، في قوه العرض والطرح واللغه بس. بعد ما وقفنا وجمعنا بيانات، الثلاثه التانيين ممكن بعد ما بجمع البيانات بكتب شيء من الخلاصة واعمل تحليل إضافي، اكتب شيء من الخلاصة واعمل تحليل إضافي، اعمل 60-70% من التحليل واكتب جزء من الخلاصات، الخلاصات اللي بكتبها والريزلتس تديني فكرة اعمل تحليل اخر وهكذا. فبالتالي نقدر نعتبرها تمشي اكتر بالشكل ده. الخطوات الستة يا استاذة أميرة: problem definition, literature review, research design, data collection, analysis, conclusion. دول الستة اللي بينتجوا applied research بالطريقة اللي بنسميها deductive approach. الاقتباس علشان ناخد الاسئله اللي ليها علاقه بال في سؤال تاني قبل ما ننتقل للاقتباس. لا كده خلاص احنا معانا وقت يا استاذه سلمى ولا تجاوزنا الوقت؟ هو كده يعني احنا كده الساعه بالظبط 11. طيب هو ده حسب حضرتك، لو انت عايزه تستنى في حاجه عاوز تكملها مفيش مشكله، لو طيب تمام خلاص هقول الملاحظتين دول على مساله الاقتباس، وممكن نبقى بنعمل جلسه اخرى لان انا عارف مساله الاقتباس هتبقى هامه الناس كلها وبالذات وهي بتكتب ازاي راعي ده، بس هي عايزه تتعمل برضو مع حضراتكم لايف، يعني عايز اعملها لكم لايف، يعني نفتح برنامج الوورد ونكتب ونشوف ازاي بنعمل اقتباس وبيعمل اداره للمساله دي بشكل متكامل. وممكن برضو مؤقتا لغايه ما نعمل جلسه تفصيليه لده الفيديوز تساعد حضراتكم في ده. في فيديو اسمه How to write literature review using APA format اللي هو American Psychological Association، وفي ستاندرد تاني اسمه IEEE، في اكتر من ستاندرد يعني. فخليني اعرض لحضراتكم هو شكله بسرعه عشان عندنا سؤالين باقيين، اللي هو السؤال الخاص بالاقتباس والسؤال الخاص بالhypothetical statements او الجمل الفرضيه. النموذج اللي قدام حضراتكم ده هو ده مكتوب بالاي بي اي فورمات. الاي بي اي فورمات انت بتكتب ايه هنا؟ بتكتب البحث بتاعك كله. يعني برضو خلينا ننتبه ان الكتابه بالسياق او بالنسق العلمي لازم يخضع للمحتوى بتاع الريسيرش كله، يعني مش الجزء بتاع الليترتشر ريفيو فقط. يعني كتير من في الاول يفتكر انه الفورمات او طريقه الكتابه والاقتباس والاشارات وكده في منطقه الليترتشر او منطقه المراجعات الادبيه بس، لا هي في الريسيرش بتاعك كله. حتى من اول بروبلم ديفينيشن، من اول بروبلم ديفينيشن اي شيء بترجع له لازم تقول. طيب هقوله ازاي؟ عندنا نوعين من الاقتباس، يعني اللي هو مشهور بشكل عام اسمه اقتباس. ارجو ان الشاشه دي تكون واضحه قدام حضراتكم. ده كده ريسيرشر اهو، انا عرضت الشكل مكتوب على طول وبنتكلم على ليترشر. طيب عندنا كام طريقه ممكن نكتب بيها؟ حاجه اسمها الاي بي اي اختصارا لامريكان سايكولوجيكال اسوسيشن، الجمعيه الطبيه للطب النفسي الامريكي، حاطه ستاندرد، جامعه شيكاغو، هارفارد، اي تريبل اي اللي هم لو هنكتب هندسي اكتر يعني لمحتوى علوم هندسيه، في حاجه اسمها توريبيان، في ام ال اي، في كذا ستاندرد. طب اكتب اني واحد فيهم؟ برضو بديلين كبار، يا اما الجامعه او الجهه البحثيه هتقول لك لو سمحت نتلقى منك البحث باستخدام الاي بي اي فورمات او اي تريبل اي. طيب ما قالتش استخدم اللي انت عايزه. طب لو استخدمت واحد فيهم وحبيت بعد كده اغيره، لما حضرتك تشوف الفيديو اللي بيقول العمليه دي تعمل ازاي ليها اتماته او اوتوميشن، هتلاقي انك مجرد ما عملته اوتوميتد مره بواحد من دول يتحول للاخرين تلقائيا. طيب اراعي ايه؟ راعي فرق ما بين سايتيشن والكوتيشن. يعني ايه سايتيشن ويعني ايه كوتيشن؟ نقول الاسهل، كوتيشن يعني ايه؟ يعني انا عجبتني جمله او فقره مباشره في المرجع ده او في المصدر ده فاستخدمتها. يطلع بقى جريده، تطلع جريده علميه، جريده اخبار، زي ما يكون. طيب هنا المثال ايه؟
therefore شايفين حضراتكم اهو الكوتس دي الدبل كوتس او كوت واحده حسب انت بتكتب في اني ستاندرد measuring organizational performance. الجمله دي كده معناها ايه؟ معناها ان الريسيرشر راح جابها مباشره من عند فلان. فلان ده مين؟ هفترض احمد امام. طب بنكتب احمد امام ولا امام امام احمد ولا بنكتب ايه اللي حسب الستاندرد اللي فوق ده اللي مكتوب ده قدام حضراتكم باستخدام الاي بي اي فورمات. فكتبنا اسم العائله او اللاست نيم امام بتوين براكتس كوما والتاريخ. كده انت نبهتنا ان انت جبت جمله مباشره من مصدر من عند امام. بس لسه محتاج تقول لنا لو حضراتكم يعني تشوفوا معايا تحت كده اهو لازم تقول لنا تحت في المصادر انه امام ده انتج ايه. اه ده امام كوما اما هو مثلا محمد نقطه دوت بتوين براكتس 2009 انتج حاجه اسمها فاكتورز انفلوينسينج امبلوي بيرفورمانس. ده اسم البيبر او المنتج العلمي اللي عمله. نقطه في جورنال اوف ماستريخت سكول اوف مانجمنت ساينس. دي الجورنال واسمها مكتوب ايتاليك مائل وكانت الورقه بتاعته مثلا 50 صفحه وقعت في الصفحات من 250 الى 300. يبقى كده انت طمنتنا المصدر ايه، ذكرت اسمه فوق وذكرت ده. طيب لا انا مش هقول لك الجمله بالظبط زي ما اخذتها من عند امام. مثلا في واحد تاني اسمه احمد خيري. طب انت خدت ايه من احمد خيري؟ لا انا قريت المنتج العلمي بتاع احمد خيري او المصدر ده واستخدمته بمفهومي انا. انا فهمت ايه؟ احمد خيري عمل ورقه بحثيه تحت ايه خيري ايه 2011 ميجرنج قياس الاداء الوظيفي في جورنال اوف ساينتفك ريسيرش وكانت 20 صفحه من 140 ل 160. انا فهمت منها كباحث اكاديمي انه ميجرنج اورجانيزيشن بيرفورمانس ده يجب انه يتربط بالامبلوي بيرفورمانس. ده مفهوم مين؟ مفهوم الريسيرشر اللي هو حضرتك. فساعتها مش هتحط كوت، انت هنا كاتب ان انا كاتب ان انا فهمت من احمد خيري انه يجب الربط ما بين الاداء المؤسسي والاداء الوظيفي او اداء الموظف. فدي خلاصه اللي فهمها الريسيرشر. ده عرض سريع جدا لفكره السيتيشن والكوتيشن لان عدم الالتزام بيهم بيعرضك لحاجه اسمها الكلمه اللي في الاخر دي هنا اهي اسمها بليجرزم. يعني ايه بليجرزم؟ يعني اقتباس غير مشروع. البعض احيانا يقول لي يعني اسمها سرقه يعني. لا مش لازم سرقه. طب ليه مش لازم سرقه؟ اقول لحضراتكم ليه. مثلا يعني برضو الشرح اللي قدامنا ده ممكن لسه يبقى فيه بليجرزم. يعني لو شلنا ده وحطيناه على احد البرامج اللي بتفحص او المراجع بتاعك المشرف او المراجع الخارجي بص عليها كده ممكن يقول لسه فيه بليجرزم. لماذا؟ لانه الريسيرشر هنا افترض ان الريسيرشر هنا الاستاذه سلمى. هنقول لها يا استاذه سلمى طيب انت فهمتي ده من احمد خيري وجبت لنا الجمله دي من عند محمد امام كويس، انت قلت ايه بقى؟ يعني دور الباحث هنا مش موجود. طب دور الباحث يبقى فين؟ ما بين الاثنين او قبلهم او بعدهم. يقول بقى علاقه ده ايه بالبحث بتاعك؟ اربط ده بالجزء الاولاني اللي كان اسمه problem definition. طب وهو مش موجود مش مكتوب كويس، اه هتبقى عندك مشكله. ولذلك احد النتاجات الجوهريه لمشاكل البلجرزم ان مفيش مشكله واضحه اصلا. امال الريسيرشر عمل ايه؟ راح جاب اربع خمس اوراق علميه بسرعه، جاب من ده جمله، جاب الجمله دي عملها ريفريزنج، عمل كتبها بمفهومه هو. فموجود ايه بالنسبه لنا؟ كوتيشن سايتيشن كوتيشن سايتيشن كوتيشن سايتيشن. لو حطيتها على سوفت وير هيقول في مشكله. لو اي مراجع قاعد يراجعها يقول الريسيرشر ده ما عملش حاجه، ده بيحاول يخدعنا او يضحك علينا. فبالتالي ثلاث مكونات رئيسيه: سايتيشن كوتيشن ريفرنسنج، وفي مكون رابع مهم ضيفه معاهم كتابتك انت فهمت ايه في الاجزاء اللي هنا. لو عندكم اسئله في الجزئيه دي احنا انا خلصت كده يعني مراجعه سريعه للاقتباس والاشارات المرجعيه ومحتاجه الحقيقه حلقه تفصيليه تانية وتكونوا حضراتكم شفتوا الجزء اللي له علاقه بكتابه بالاي بي اي فورمات في الفيديو. عظيم جدا. وكان في استاذ محمود عرابي بيسال هل في نسبه محدده من الاقتباس لا تخطاها في البحث؟ اه احنا يعني بينصح في اغلب المراجع انه ما يزيدش عن 40 كلمه. يعني ما نلاقيش بقى الصفحه كلها كود في الاول وكود في الاخر فانا جبت دي وتفضل ادي قالها محمد امام. لا يعني فبيقولوا دايما يصح انها ما تزيدش عن 40 كلمه. وانا افضل كمان ما تزيدش عن 40 كلمه من المرجع الواحد. طب امال اعمل ايه اذا عايز استخدمه؟ ده في الكوتيشن 40 كلمه، انما السايتيشن لا السايتيشن براحتك. لان خلي بالكم يا جماعه السايتيشن انت مش بتاخد كلمه كلمه، انت عندك منتج علمي او اي منتج، جريده، كتاب، بيبر، ارتكل، ثيسس، ديسرتيشن، رساله ماجستير، رساله دكتوراه، بتستخدمها كمرجع. المرجع او المصدر ده اقراه، افهمه، شوف انت عايز تقول لنا منه ايه، وقول بقى زي ما انت عايز وحط اشاره ليه.
كان أستاذ محمود عرابي بيقول طيب الاقتباسات بالنسبة للبحث كله؟ يعني انت حضرتك تقدر تقتبس، يعني دايما بقولها بس من باب الترويح على يعني اقتبس من مجلة ميكي، الله انا بعمل بحث في التربية. ايوه حضرتك، ما انت هتقول والله ده ما يقرأه اطفالنا او اولادنا، وفي هو منتج هادف جميل كويس وبيتعلموا منه ثقافات مختلفة. شوف بقى جابوا اللفظ ده منه ولا من مكان اخر؟ لا والله ما جابوش من المجلة، فبالتالي هتستخدم المجلة مرجع، هتستخدم الجريدة اللي موجودة اونلاين مرجع، هتستخدم مثلا حلقة زي دي مرجع. طب كل واحدة من دول ليها طريقة إشارة مختلفة في النص نفسه، اختلاف بسيط اللي هو انتكست سايتيشن، اختلاف بسيط، وفي المراجع اللي تحت بتعرض بشكل مختلف، وكل ده موجود ليه حلقة تفصيلية، وممكن نعملها جلسة تانية، وممكن نضيح بعض الأوراق عبارة عن صفحتين أو ثلاثة للنماذج دي كلها. طيب إنما الملاحظة المهمة، نعم؟ بعتذر يا دكتور، هو كان استاذ منى فعلا زي ما حضرتك بتقول، يا بتقول يا ريت يكون فعلا محاضرة كاملة حاضر تانية حاضر بنلعب على الاقتباس. حاضر. هي مجلة ميكي والفيلم والمسلسل والحلقة اللي زي دي والموقع الأونلاين والجريدة، أما أستخدمهم أكتر في منطقة تحديد السياق، تحديد الواقع، لأن دول الحقيقة هي مصادر وأدوات بتعبر عن الواقع اللي إحنا فيه ده. إنما اللي يعبر عن العلم أقوله أكتر في منطقة الليترتشر ريفيو، وبالتالي منطقة الليترتشر ريفيو صح يبقى 90، يعني مش عايز أقول 100%، بس 90% منها هي عبارة عن أوراق علمية بحثية محكمة في دوريات علمية بحثية محكمة ولها ترتيب راقي أو عالي.